Good day, my friends. How are you today? كيفكن اليوم؟ How is the weather today? كيف الطقس اليوم؟ Is it snowy? مثلج؟ مين مسقع؟ Do you feel cold? You should wear heavy clothes. لازم تلبسوا تياب بتدفيكن منيح. أصدقاء، بالحلقة السابقة نحن أخذنا عن the gingerbread man. شو كان عنده the gingerbread man؟ كان عنده eyes, nose, mouth, arms, legs وهد رأس. خلينا نشوف كمان زياد شو عنده. زياد عنده هد، عنده رأس. شو عنده كمان زياد؟ عنده eyes، عينان. شو عنده كمان؟ عنده nose، عنده ears، أذن، أذان، وعنده mouth، عنده فم. Where are your eyes؟ هودا عيونه. Where is your nose؟ هيدا أنفه. Where is your mouth؟ هيدا تمه. Where are your ears؟ وهولي دينه. زياد، where is your hand؟ Where is your arm؟ وين ذراعك؟ فرجيني ذراعك. هيدي ذراعه لزياد. اليوم أنا وزياد بدنا نتعلم a new verse. بدنا نتعلم verse جديدة. طلعوا معي على اللوح. عندي eyes, ears and nose. I have eyes that see. عندي عيون بتشوف. And ears that hear. وأذاني بتسمع. A nose that smell. أنف بشم. Roses that are far and near. الزهور يلي هي بعيدة وقريبة. Roses that are far and near. I have eyes that see and ears that hear. A nose that smells. Roses that are far and near. خلينا نسمع سوا وأنا برجع لكم. I have eyes that see, and ears that hear, a nose that smells, roses that are far and near. وهلا يا حلوين بدنا نقرا مع بعض. Are you ready? هل انتم مستعدين؟ بدنا نقرا كلمات وجمل كثير هينه. كيف تعلمنا قبل نتهجى؟ open your eyes، افتحوا عيونكم. open your ears، افتحوا دينيكم. وطلعوا معي على البورد. look at the board. I have يعني انا املك. تتذكروا verb to have؟ خلينا نتذكروا مع بعض. I have انا املك. you have أنت تملك أو أنت تملكين. He بقول he have أو he has. He has. He has هو يملك. She has هي تملك. We have نحن نملك. You have أنتم تملكون. They have هم يملكون. هون عندي I have أنا أملك. A pet. Pet. خلينا نجرب نتهجى pet. أول شي عندي p. pet. أول شي عندي the letter p. I pronounce it p. بلفظه p. p. a. t. pet. the letter e هون ما لفظته e. لفظته p. a. pet. okay. pet. عدوها من وراي. pet. pet يعني الحيوان الأليف. حيوان أليف. A pet that is all wet. all wet يعني كله رطب، صار كله مي. all بدي تطلعوا فيها منيح. هون لفظت the letter A لفظت O، لأنه في من بعدها 2 L.
دبل ال، دبل يعني اثنين، دبل ال. لما يكون عندي دبل ال من وراها بلفظ الاي او، بتصير اول، كانه عم قول او، اول. هون عندي is verb to be، فاذا that is all wet. شو عندي بي wet؟ اول شيء the letter w، كيف بلفظه؟ و و و ت. the letter e لفظته a و ت wet. و the letter t، خليني اسطر تحته، I أنا try try، أنا عم جرب to catch it، to catch it يعني امسكها. I try to catch it with my net، with my net. net يعني الشبكة تبعي، عم جرب امسكه بالشبكة لأنه صار كله مي. وين وقع؟ وقع بالبحيرة، البات تبعي الحيوان الأليف. فإذا عندي هون ماي يعني لي أنا، نت طلع منيح. بنت عندي أول شيء the letter N، ن، و the letter E لفظته أ ن ن، أ ن ت نت، شبكة تبعي. أوكي، رح ارجعه ده مرة تانية وبدي تجربوا تعيدوا من وراي، رجعوا رو من وراي على صوت عالي. I have a pet that is all wet. I have a pet that is all wet. I try to catch it with my net. I try to catch it with my net، بالشبكة تبعي. في عندي هون ثلاث كلمات منقلهم rhyming words. rhyming words يعني بيخلصوا بالآخر من نفس لفظة. اسمعوا، عندي pet، wet، net. pet، wet، net. pet يعني حيوان أليف، wet يعني رطب، ونت يعني شبك. خلينا نجرب أنا وياكم نكتبهم سوا. كيف عم نلفظ؟ عندي بالأول pet، اسمعوا منيح، ب pet، ب the letter p، ب a a، شو اللي عم بلفظه a؟ the letter e، e هون بلفظه a، ب a ب، فإذا the letter e، ب t t، pet pet، the letter t، فإذا ب هو at pet، ب هو at pet. تاني وحدة what، و و the letter w بلفظه و. بعدين عندي at يعني e وت، at و و at صاروا what. وهون عندي net، ن the letter n، و at net، at يعني أ وت صاروا نت. أوكي، فإذا أنا عم عيد دائما at at at، أول شي غيرت أول حرف، صار عندي ب ب و at pet، و و at wet، ن و at net. شفتوا شو هينين؟ pet wet net. خلينا نرجع نقراها بعد مرة. I have a pet that is all wet. لفظتها هون all الاي، ليش؟ لأنه في من بعدها double L، 2 L. I try to catch it with my net،
with my net بالشبكة تبعي. بدي اياكم تنقلون منيح هالدفتر وترجعوا تجربوا لحالكم انتو تقرون. والكلمات the rhyming words يلي اخذناهم مثل pet wet ونت بدي تجربوا انتو لحالكم تكتبون. خلي حدا من اهلكم او الماما او البابا يقروا لكم الكلمة وانتو جربوا اكتبوها. شوفوا شو عم تسمعوا بالاول. اذا عم تسمعوا pet عم تسمعوا بالاول ب بعدين أ هون لفظنا ذا لتر اي أ ب ت وتي بت بعدين وات و وات بعدين نت نه وات. هينين كتير بدي تجربوا تكتبون لحالكم. انا هلا برجع لكم بالفقره التاليه. جيت set wet get net pet. قصتنا عن The Gingerbread Man. تتذكروها؟ The Gingerbread Man يلي صار يهرب من كل العالم ما بده حدا يلقطه ويقول Run Run Yes You Can But You Can't Catch Me I'm The Gingerbread Man. خلينا نتذكر شو صار معه ونرجع نكمل القصة. رح نقريها على السريع من الأول. An old woman lives here. An old woman and an old man. They don't have any children. The old woman's in the kitchen. She's making something. It's a gingerbread man. He has a head. He has arms and legs. He has two eyes, a nose and a mouth. The old woman is happy. You're a little boy, she says. My little boy. In you go, says the old woman. But soon the old woman hears a little voice. It's coming from the oven. Open the door, says the voice. I want to come out. The old woman opens the oven door, and the gingerbread man jumps out. Oh, says the old woman. Stop, says the old woman. Come here. But the gingerbread man doesn't stop. He runs across the kitchen and out of the door. Stop! Shouts the old man and the old woman. Come here! But the gingerbread man doesn't stop. He runs faster and he shouts, Run, run! You can run! Yes, you can! But you can't catch me. I'm the gingerbread man. The little gingerbread man runs and runs. Soon he sees a cow. Stop, says the cow. Come here. I want to eat you. But the gingerbread man doesn't stop. He runs faster. And now the cow runs after him. I can run away from an old woman, says the gingerbread man. I can run away from an old man, so I can run away from a cow. They all run after him, and the gingerbread man shouts, Run, run! You can run! Yes, you can! But you can't catch me! I'm the gingerbread man! مين رح يشوف هلا؟ The horse! The little gingerbread man runs and runs. Soon he sees a horse. Stop! Says the horse, come here, I want to eat you. But the gingerbread man doesn't stop. He runs faster, and now the horse runs after him.
I can run away from an old woman, says the gingerbread man. I can run away from an old man and a cow. So I can run away from a horse. Yes, I can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. هلأ بدنا نكمل القصة ونشوف بمين رح يلتقي. مين عم يلحقه؟ The old woman, the old man, the cow, the horse. هلأ بده يلتقي بالفوكس، بالثعلب. أول كن شو بده يعمل الثعلب تيلقطه؟ خلينا نشوف سوا. The gingerbread man runs and runs. They can't catch me, he says. Nobody can catch me. ما حدا في يلقطني. Just then he sees a fox. بوقتها شايف ثعلب. Stop, says the fox. Come here. تعال عندي. But the gingerbread man doesn't stop. ما وقف. He runs faster. صار يركض أسرع. And now the fox runs after him. وهلأ الثعلب صار يركض كمان ورا. صار في the old woman عم تركض ورا. The old man. The cow. The horse and the fox. كلهم عم يركضوا تيمسكوه. I can run away from an old woman, says the gingerbread man. I can run away from an old man. I can run away from a cow and a horse. So I can run away from a fox. They all run after him and he shouts. كلهم صاروا يركضوا وراه. هو يصرخ. Run, run! You can run! فيكن تركضوا. Yes, you can. But you can't catch me. ما فيكن تلقطوني. I'm the gingerbread man. Stop! Says the fox. قال له وقف. قال له ثعلب. I don't want to eat you. ما بدي أكلك. I want to talk to you. بدي أحكي معك. I want to be friends with you. بدي كون صديقك. بدي نكون أصدقاء. أقولكم عن جد الفوكس بده يكون صديقه؟ Do you think he wants to be his friend؟ بده يكون صديقه؟ No, عم بجرب يضحك عليه تيلقطه. But the gingerbread man doesn't stop. ما رد عليه وما وقف. He runs faster. صار يركض أسرع. And now the fox runs faster too. وهلأ كمان الثعلب صار يركض أسرع وأسرع. The gingerbread man runs and runs. صار يركض ويركض. Soon he sees a river. شاف نهر. Oh no, he cries. A river. I can't swim. هيدا نهر. أنا ما فيي أتسبح. Listen, says the fox. اسمعني. قال له الثعلب. I can help you. أنا فيي ساعدك. I can swim across and you can sit on my tail. أنا فيي أسبح. قطعك النهر بس انت بدك تاخد على ذيلي او ذنبي. ماي تيل. اقولكم رح يقبل. So the gingerbread man sits on the fox's tail. قعد على ذنب الثعلب. And the fox begins to swim. وبلش الثعلب يسبح. But soon the fox says. بس بسرعة صار يقول له الفوكس. Listen, you are too big for my tail. You are too big for my tail. انت كتير كبير على ذنبي. Sit on my back. اقعد على ظهري. So the gingerbread man sits on the fox's back. قعد على ظهره. But soon the fox says, رجع قال له, Listen, you're too big for my back. انت كتير كبير على ظهري كمان. Sit on my nose. اقعد على أنفي. So the gingerbread man sits on the fox's nose. قعد على أنف ثعلب. أقولكم ليه كان بدو يقعد على أنفه. The fox swims across the river and jumps out. سبح سبح ثعلب ونط برات النهر. The fox throws the gingerbread man up. شبقه هيك لفوق. Then he opens his mouth and catches him. رجع فتح تمه ولقطه. Help, he says. نشدة, ساعدوني. My legs, my legs. صار يكله إجري. My legs, my legs.
help, he says. ساعدوني. My arms, my arms. أذرعي, إيدي. Then the fox eats the gingerbread man's head. أكلوا كل راسه. Now the gingerbread man doesn't say anything. ما في يحكي شي بقى. And that is the end. وهيدي هي النهاية. Yes, that is the end of the gingerbread man. هيدي هي نهاية the gingerbread man. الرجل المصنوع من الخبز ومن الزنجبيل. شو صار في the gingerbread man؟ جرب يهرب منهم كلهم وصار يقول لهم run run. Yes you can. فيكن تركضوا. But you can't catch me. ما فيكن تلقطوني. I'm the gingerbread man. أنا الرجل المصنوع من الخبز والزنجبيل. وما حدا قدر يلقطه. ما عدا مين؟ The fox. ثعلب. ضحك عليه. قال له بالأول اقعد على ذنبي. On my tail. Sit on my tail. بعدين قال له اقعد على ظهري. Sit on my back. بعدين قال له اقعد على منخوري. على أنفي. Sit on my nose. بعدين لما وصل وقطع الريفر قطع النهر نط هيك وشبقه لفوق ولما نزل الجينجر بريد مان أكله صار يكله إجري his legs إيدي his arms his head وراسه والجينجر بريد الجينجر بريد مان هيدي كانت نهايته. هلأ خلينا نجرب نتذكر شخصيات هيدي القصة the characters of the story. أول شي عنا what is this? This is the gingerbread man. What is this? This is the old man. الرجل العجوز. What is this? This is the fox. ثعلب. What is this? This is the cow. البقرة. What is this? This is the old woman. هي المرأة العجوز. What is this? شو هيدا؟ هيدا النهر. This is the river. What is this? شو هيدا؟ هيدا الحصان. This is the horse. إذا نتذكروا أخذنا بهيدي القصة eyes, nose, mouth, ears, arms, legs. وأخذنا tail, ذنب, back, ظهره, the back of the fox, ظهره للثعلب, nose. أنفه. وأخذنا كمان حيوانات من المزرعة مثل the cow البقرة the horse الحصان شو كمان فيه the fox الثعلب the old man الرجل العجوز the old woman والمرأة العجوزة يلي هي عملته للجينجربريد مان. ما تنسوا القصة تذكروا منيح وتذكروا إنه لما ركض 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 شو صار يقول لهم run 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 as you can But you can't catch me. I'm the gingerbread man. أما هلأ فأنا بودعكم بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. This is your ball. This is my doll. That is your bag. That is my tag. This is so fun. Let us run. Under the sun and eat some bun. That is a bug. That is my mug. Give me a hug. Standing on a rug. He is a dad. He is so sad because his lad lost his pad. This is so fun. Let us run. Under the sun and eat some bun.